من جديد معاكم ولا تأخرنا عليكم عشان نبدأ في فقرتنا أكيد الأسبوعية ونختم بها هذا الأسبوع فقرة السلطنة اللي بنستمتع فيها دائما وابدا. أكيد لأنه ضيفنا اليوم اختار مجال التلحين والموسيقى عشان يثبت جدارته في هذا المجال وأتقن العزف على العود بشكل خاص. اسمحوا لي أرحب بضيفنا العازف والملحن أيمن العواجي. أهلا فيك معنا في ساعتنا. حياك الله يا أيمن، كيف أمورك؟ شرفتنا أيمن. إن شاء الله تمام الحمد لله بخير. بداية يا أيمن، نبغى نعرف من متى بدأت تعزف على عود ومتى دخلت كمان المجال الفني؟ بدأت من 8 سنين تقريبا وكان عمري 16 سنة في عام 1430 بالتحديد. ما شاء الله. من 8 سنوات. من 8 سنين وبدأت تدرج حبة حبة إلى دخلت الساحة الفنية بشكل رسمي يعني في عام 1434. واخترت العود من حب ولا إيش اللي خلاك تختار العود؟ أكيد العود سلطان الزوئي بالموسيقى بالطرب يعني بالإحساس يخلي يطلع عندك أشياء جديدة. واضح العشق اللي بينك وبينه. طب من خلال 8 سنوات هذه أيمن وخلال مسيرتك هذه 8 سنوات مع العود، إيش المشاركات اللي قدمتها؟ والله كانت أول مشاركاتي في إعلان مهرجان جدة التاريخية النسخة الأولى. كان بطلب من أخوي حبيبي الأستاذ محمد صالح وعند الأستاذ عمر الإسماعيل وعملنا الإعلان وكانت أول مشاركة. هذا الباقي خلال 8 سنوات. بعد كذا حاولت إنه يكون أعمال خاصة يعني مع الفنان عبد العزيز فيصل كتسجيلات وإلى آخره. حلو. طيب أنت اليوم اللي جاي بالعود تطلق مواهب الغنائية، فإيش راح تسمعنا؟ دقيقة، أطلق إيش؟ مواهبها. مواهبها هي الغنائيه. اي مواهبي انا الغنائيه ترى. انت حتغني اليوم؟ اي حغني. هو حيازف. تفضل يا ايمن، ايش راح تسمعنا؟ عبد الحليم حافظ. الله نسمع. جانا الهوى وانت حتغني؟ اي حتشغلوا لها المايك يا كنترول ولا ايش؟ اي حيشغلوا لها المايك. ما تشغل. لن اقبل. لا بليز بليز لا حد يقفل مايكي. جدي؟ صوتي كان حلو يا جماعة صح؟ أيوة. لا يعني أهم شيء ما حتغير القناة. شيء جميل. تعرف كيف بيخويت الصوت؟ أي بيخويت. أهم شيء ما حتغير القناة. عموما طب نرجع لك أيمن، نبغى نعرف مين أبرز الفنانين الشباب اللي قدمت لهم أعمالك كملحن؟ والله أعمالي كانت أولى أعمالي التلحينية مع الفنان رامي عبد الله. باسم نظرة عيونك، كانت من كلمات الشاعر فهد السفياني والحاني. حلو. بعد كذا ان شاء الله في اعمال يعني قادمه. مع العمل هذا قبل كم سنه؟ تقريبا يعني قريب مو فتره سنة طويله. سنة 6 شهور. وكيف كان احساسك يوم ظهر على يعني في السوق؟ والله لسه هو الان يعني نحضر له شيء. لسه ما ظهر ما نزل. لسه باقي. ونحضر له يعني يكون عمل قوي ورسمي. مستعد يعني جاهز له ان شاء الله. نجهز له اشياء. طيب حرصت على دراسه الموسيقى خصوصا انك انت بتمسك يعني اله العود وهي ما هي بسيطه جدا وبتعطيك يعني تفاصيل التفاصيل في الـ في الـ في الالحان. حرصت انك تدرسها ولا اخذتها عن في البدايه؟ بديت كهوايه. اخذتها كهوايه لكن اضطريت اني ادرسها. يعني الدراسه لا تبقى لمستوى المعاهد، انما درستها دراسه ذاتيه عن طريق مواقع الانترنت. كان قبل السوشيال ميديا وقبل على اليوتيوب يعني مثلا نقول كان على اليوتيوب. وكان رابطه الموسيقيين السعوديين بالاخص كان في موقع اسمه رابطه الموسيقيين السعوديين،
كان فيه ينزل الدروس والنوتات الموسيقية والمقامات بكم بنسبة كم في المية تفيدك؟ كثير تفيدك إذا أنت ركزت في الموضوع ذا تفيدك بنسبة 70% 80% يصير لك 20% خلاص أنت تطور نفسك أعتقد غير الجلسات اللي الشباب يقعدوا واحد يتعلم أكثر أنا أعتقد خلاص أنت اجتهد بعدين صحيح لا طب بعدين. أيمن إيش راح تسمعنا؟ إيش بتغني ثاني؟ أبغى أغني خلاص جبتوا لي عود اليوم راح أغني لا حد يمنعني يا جماعة تقسيمة كذا بسيطة أوكي تقسيمة ما هي أغنية صح؟ لا الحمد لله أوكي الحمد لله انت متعرفين شكرا هو محارب الكثير مستحيل يعني عنود تركب عليها موال تركب عليها موال استنى تقول عنود ممكن تركب عليها موال ايوه هركب عليها موال روح يعطيك العافية أيمن يعني جيت اليوم على الوتر طيب خليني أرجع لسؤالي وأكيد كلنا عارفين في أنماط كثيرة للموسيقى بس نبغى نعرف إيش هو أكثر نمط تحس أنك تبدع فيه وتحس أقرب لقلبك وإحساسك والله بالنسبة لي أنا النمط الطربي طرب ليش لأنه بياخذك من مقام هادي رومانسي وفي نفس الوقت تعيش الطرب يعني تتحول يعيشك في أكثر من لون في أكثر من جو بطريقة واحدة يعني أمسك الآن مسكت قبل شوية أنها وانت مقام أنها وانت تحولت منه للراست مقام طربي مسكت مقام رومانسي هذه تحولت منه لطربي نقلات التحويلات نقلات الألحان الطربية هذه تمتاز لها الأنماط الطربية هذه اللي تناسبك أكثر شيء بس ما فكرت أنك تدخل في أشياء ثانية بالعود أكيد إلا أكيد زي إيش في أشياء كثير يعني الأشياء الجديدة الأغاني الجديدة هذه كلها الريتم السريع الريتم السريع كلها مقام كرد وأشياء خفيفة بسيطة كذا حلو حلو وعلى طول طيب. تنعزف بسرعة إحنا قد إيش عندنا وقت عشان لسه طب إحنا لما نسمع مقطوعة تانية بس تكون أغنية عشان يبغاني أغني تحسس فيا بس ما أتوقع إنك هتغني لا يعني أقول لي محمد عبده أوكي نسمع فنان العرب ضمان الشوق طب ديني واحد شيء هي تعرفه من حفظتها المصيبة بس يعني خلاص بلاش أنا خدمتك كده بلاش لنا كشتة في البر وخلاص حقيقي وعلى النار الموقدة يعني والجو شتاء الله حقيقي يعني العازف والملحن أيمن عواجي يعطيك ألف عافية اليوم نشكرك على حضورك معانا ونتمنى لك كل التوفيق
يسعدني ويشرفني اني اكون معكم. يعطيك العافيه. طبعا احنا حنسمع منك اخر شيء، بس احنا في الختام حغني معك. خلاص انا ختام الحلقه راح تخليني اغني معك، تعزف لي شيء كذا لعبد المجيد بس بعد ما نختم. بعد ما نختم الحلقه. شكرا لك ايمن. او اجهز العود، خليه عندك. هو جاهز. ايوه. وصلنا نهايه حلقتنا اليوم في ساعه. الاسابيع صارت تمشي يا جماعه الخير. أيوة. نهايه الاسبوع صارت تيجي بسرعه. شهلوا وابداوا في مشاريعكم افكاركم، عندكم الايميل عشان نسمع كل جديد عنكم. ايضا هاشتاج ساعه شباب، وشوفوا ايش الترندات من الهاشتاجات عشان نبدا ناخذ معاكم الافكار ونحطها في البرنامج. اكيد طبعا. وبكذا مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا لليوم، اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا، واكيد نتمنى لكم ويكند سعيد ان شاء الله رب تستمتعوا فيه مع الاجواء الجميله عندنا في المملكه. ورح نلقاكم يوم الاحد من الساعه 4 للساعه 5 على شاشه روتانا خليجيه. وبكذا اقول لكم فمان الله معاكم. انا لمياء غالب، وانا كنت معكم طراء سندي. نسمع لمياء وهي تغني، واكيد عزفنا. فمان الله، مع السلامه. لا حد يغير المحطه اهم شيء. الله روح كيف تصير كيف